ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الحمد لله جرينا هذه المقابلة اللي كانت عطتنا واحد وصلتنا للصدارة الحمد لله في هذه البطولة الخريف، وتنشكر اللعبة اللي قاموا بواحد المجهود كبير اللي كان تنشكرهم يعني بواحد المجهود اللي ما سالش قاموا به بزاف، والشكر ديالي للمدرب اللي تاق فينا وتاق في اللعابه والمكتب اللي وفرنا الحمد لله جميع الظروف اللي خلاتنا نوصلوا لهذا المركز هذا، وهذا حافز يعطينا ان شاء الله باش نقوموا باش نحتلوا المراكز الاولى ان شاء الله في الدوزيام تور ان شاء الله. وشكرا بزاف للعابه ونتمنوا الله يكملوا هذا المشوار ديالنا ان شاء الله. نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.